رسالتنا والله سئمنا أخي الكريم من الرسائل، لأننا نناشد منذ 36 يوم ونحن يعني نرسل الرسائل أننا في قطاع غزة نموت، أطفالنا يموت، لا ذنب لهم هؤلاء الأطفال القدج، مع العلم أن 4 منهم أمهاتهم استشهدت في هذه الحرب، عملنا لهم عمليات قيصرية عاجلة في أقسام الطوارئ، هؤلاء الأطفال بلا أمهات الآن 4 منهم، وواحد منهم أتانا مجهول الهوية، عمره كان يومين ولم نعرف له عائلة حتى الآن. هذه وصمة عار على جبين إنسانية ستبقى إلى أبد الآبدين، على جبين هذا العالم الذي يسمى عالم حر، على جبين أمريكا أولا وإسرائيل ثانيا والدول المتواطئة معها ثالثا وكل من تواطئ إلى قتل الشعب الفلسطيني وقتل هؤلاء الأطفال والخدج. يعني رسالتنا للعالم كله يكفي 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 قتل، يكفي دمار، نريد إنهاء هذا القتل بأسرع وقت ممكن، هذا ما نريده الآن. نريد فتح المعابر كلها وإدخال المستهلكات الطبية والأدوية والوقود والمياه، نريد إجلاء الجرحى إلى مكان آمن حتى يتعافوا، نريد لهم الحياة، لا نريد لجرحانا الموت، لا نريد لأطفالنا الخدج الموت، لا نريد لنسائنا الموت، لكن الاحتلال وتواطؤ مع العالم مصرين على القتل. عندما أي مريض الآن يمرض في محافظة غزة لن يجد مستشفى يتعالج به. أي عالم نتكلم هذا؟ أي إنسانية نتحدث؟ ويتباهون بالإنسانية ويتباهون، يعني قتلوا كل شيء، قتلوا يعني لا أدري ماذا أتكلم، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني سنبقى نحن من المرضى وسنبقى مع الجرحى إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، إما أن نخرج معا أو إما نستشهد معا، والله سيتولانا برحمته.